السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. إخواني المشاهدين، قبل ما غادي نشوفوا ونسمعوا الأوديو نتاع هذا الأخ اللي يعني اللي وضح الأسماء بيوتي، إن إحنا كنا غالطين ما سمعناش الحقيقة، ما سمعناش إخواني أخواتي الأوديو كامل، يعني هي مشات قطعت باحترافية ذاك الأوديو، يعني هزت غير اللي بغات. المهم اخواني المشاهدين، قبل ما نشوفوا ونسمعوا الاوديو كاملين، اللي عمره شافنا مع لي غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد اخواني اخواتي، ونسمعوا ونوليو من بعد باش تعرفوا الحقيقه الكامله وهاد الشيء وهاد الحقد اللي راه داير. فرجه ممتعه. المهم السلام عليكم مشاهدين الحكومه وجميع الصفحات اللي كاينين في الانستغرام، بغيت غير نقول لكم انكم راه اديتوني بهذاك لا فيديو، خدتو غير مقطع ودرتو بحال ديال ويرو للمصلين، خذوا المقطع كامل اللي كنهضر فيه على داك الشيء واشطاري وعاد حكموا، ماشي غادي تاخذوا غير داك المقطع اللي قلت فيها كيوت، مع العلم ان كيوت راه ماشي كلمه خايبه، وديك مولات الصالون اللي كتدعي انني انا بيدوفيلي وازلي الاولاد والبنات الصغار وخطر على المجتمع وشي لا علاقه ليه بالواقع، ونتحداكم جيبوا غير 0.1% لا هذا الشيء كيتبت بشي دليل، فعدموني انا ما نبقاش حي انا في الكره الارضيه كامله، عدموني ذبحوني، والناس داخله كتقول لي ديوتي ماشي ديوتي بيدوفيلي خصك تموت خصك الاعدام خصك الشنق، نتوما غير شفتوا الفيديو ديالها وجيتو مكثيرين عندي انا، شوفوا الفيديو حكموا، وكي اللي كيقول لي لا علاش هضر على كذا، لا راه عباد الله راه هذيك راه كتاجر في بناتها عباد الله، والجمعيات الحقوقيه انت ما تقيش ولدي وحمايه الطفوله راه غادي تدخلوا ان شاء الله، كيف ما قلت لكم راه تعاصلت معاهم وكاع كل شيء، غيدخلوا على بخصوص هذا الشيء اللي طرا، وغيدخلوا في صفي انا ماشي في صفي هي على داك الشيء اللي كديروا في الانستغرام لبناتها، وراه انا ماشي انا تهدرت باش تعرفوا، رانا تهدرت ان احمد هو داير واحد القالب كان باغي ماشي كان باغي يديرو، راه دارو على بنتو وخلى الكومونتيرات وكيقول ان الحاج هو اللي مول هذوك الكومونتيرات اللي كيسبوا بنتو، وانا قلت لهم لا راه ماشي بنتو، شوفوا هاد التصويره ها هو ديزاكتيفا كومونتير وهابطوا هنايا، راه شهر ماي شهر خمسة وكانوا الكومونتيرات عاوتاني فيهم السب، ما عجبوش الحال وعرفني انني عقت بالقوالب ديالهم انهم باغين غير يوصلوا جوج مليون ويفرشوا الفيلا، هذا هو الهدف ديالهم ربحي، يعني السيد كيربح على مرتو على ظهر بناتو ونايضين بفيديوهات وكيدعيو على انني ان بيدوفيل، وانا اقسم بالله هادشي كامل لا يمت للواقع بصله، وغير بانت لكم هكاك وطلعت على الموجه ديال عدنان الله يرحمه، ناضت هي كتقول انني خطير وما عرفت شنو، داكشي ما كاين ما كاين لي لا علاقه ليه بالواقع عباد الله، شوفوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله، دخلوا الفيديو القناه لا بغيتو ولا ما تدخلوش كاع، غير شوف دير اد بلوك ولا غير ما فهمتش، شوف الفيديو حكم عباد الله راه ما فيه شي حاجه ما فيه حتى حاجه، انا قلت لها بنتك ما خصهاش تصور هذوك التصاور في الانستغرام وهي باقا طفله صغيره، خليها دير 18 عام وهي دير الانستغرام ديالها هي وهي حره فيه، بنت صغيره انا ماشي ضد انها تلبس هكاك هذاك الشيء كيبقى حريه شخصيه، ولكن باش انهم يبداو ينوضوا يكذبوا علينا ويقولوا ان راه الانستغرام راه الحاج هو اللي كي كومونتيرات وداك الشيء، باغا البوز هي باغا البوز اخوتي، راه الفيديو راه كتشوفوه ديالها كامل اشهارات من الاول حتى الاخر، السيده طامعه في الفلوس عباد الله خدموا عقلكم، راه كيقولوا المغاربه اذكى شعب ما بينتوش لي ادكاش. شوف اخواني اخواتي، من بعد ما سمعتوا الاوديو نتاع هذا السيد هذا اللي كتتهمه هذا اللي كتقول راسها اسماء بيوتي، كتقول بانه يعني استغلت الوضعيه ديال عدنان بوشوف واستغلت الوضعيه ديال هاد دوك الناس ودوك الاولاد اللي في مدينه طنجة على داك الفقيه اخواني اخواتي، واستغلت ديال كما نقولوا استغلت الوضعيه ديال عدنان بوشوف وناضت ودارت فيديو وبقات تبكي وكذا، وهذه هي من الاحسن اختي انت نورمالمون انت ما ديريش تصاورك ما ديريش تصاور الاطفال ديالك ولا ما ديريش تصاور ديال الوليدات ديالك في الانستغرام، على العلم هذاك الانستغرام كان دير به الجيف واي من ما بقاش ياكلها الجيف واي، حيدت الجيف واي ودارتو الانستغرام نتاع بناتها
هذه من جهه. من جهه اخرى السيد انا من بقيت نسمع وسمعت سمعت الفيديو كامل وشفت الفيديو كامل، انا كيقولها يعني بحال اللي كان ينبهها يقولها ودي ما ديريش دوك التصاور تاع البنات ديالك تما، لانهم راهم كاينين غادي كما نقولوا راهم غادي يشوفوهم الناس اللي مرض عقلانيين وفهمتي، ويعني كما نقولوا تحرشوا بهم بهذا المفهوم هذا، يعني غير اخا غير بالشوفان وغير بالاخر، لان باش ديري انت تصاورك وتبين تصور البنيتات ديالك وتوريهم وديري فيهم وتبيني بهم تبيني لهم الفخيضات ديالهم وتبيني لهم داك الشيء الاخر، هذاك الشيء راه يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه الجمعيه ديال حقوق الطفل. هذه من جهه، من جهه اخرى انت يعني استغليتي هذه الوضعيه هذه ديال هذا عدنان بوشوف اخوان المشاهدين باش بلا شوف المغاربه راهم اذكياء، المغاربه اذكى شعب، يعني المغاربه ما غاديش تجي تحشيها يحشيها لهم شي واحد، اختنا من دوك النقافات يعني راه تاع اسماء بيوت عندها النقافات ديالها، عندها النقافات ديالها كيبقاو يهاجموا في لي كومونتير كيبقاو يديروا في لي كومونتير، لان هادوك انا كنسميهم واش غادي نسميهم، غادي نسميهم بوحد اللوف، لانهم هما دايرين لي زابوني، راها هي بغات دير هاد البوز هذا باش توصل زوج ديال المليون، لانها راه كتفرش الضرع على على على, على, على كيما نقولوا على حساب المتتبعين. هي نسات راسها من جات، عاد انت ما تنساش بنادم ما ينساش المنبع ديالو منين جا، يعني هاد الشيء كامل بغيتي ديري غير البوز وبغيتي باش توصلي زوج ديال المليون ديال المشاهده باش تكملي الصالون ديالك باش تكملي الفراش ديال الدار ديالك وزيد وزيد وزيد، ولكن جات واحد المنافسه اللي نفساتك ودات لك الكليان ديالك وراها تدي لك الناس ديالك اللي هي نادى حسي. كان دايره شي حاجه من قبل هذيك الله يسهل عليها الله يعفو عليها، ودرك بنادم عنده المخ كما راهم يديروا دوك هاد البنات اللي كانوا يديروا بزاف ديال الصوالح في الامارات وفي السعوديه وبزاف ديال الصوالح كانوا يديروهم، درك راهم يعني الناس راها ما كيما نقولوا ما ماشي ما كتاكلش الفصه، صافي دوك الناس بدات تعيق، المغاربه بداو يعيقوا، هاد الناس اللي راهم كانوا يديروا شي صوالح ماشي مزيانين راهم يدخلوا اليوتيوب وحلوا القناه في اليوتيوب اللي عنده المخ واللي عنده شي محتوى زين واللي عنده بزاف ديال الصوالح زينين كيتبعوه الناس وكيبقى يخلص واحد المبلغ مالي يعني في الشهر. هذه من جهه، من جهه اخرى يعني ما تنساوش بان اسماء بيوتي قديمه في الاخر، وهذه شحال يعني قبل ما يبديو القوانين ديال اليوتيوب راه الناس كانت تخلص الزبل ديال الفلوس، يعني الناس راه هيا دارت بتيت ميني فيلا الله يسهل عليها، حنا ما نحسدو حتى شي واحد، ولكن بلاد باش يبقى يستغل الوضعيات نتاع الناس والتعاطف ديال الناس راها ماشي مزيان، هادشي ماشي مزيان، هادشي اصلا انت اللي كنتي ديريه عاقب عليه القانون، هذاك الشيء ديال تاع الكيفواي اللي كنتي ديريه وبزاف ديال الصوالح هادشي راه كيعاقب عليه القانون، بصح باش تستغلي واحد الوضعيه نتاع عدنان بوشوف يعني شوفوا المكر كي داير، شوفوا هاد المكر كي داير، لان راكم سمعتوا اخواني اخواتي بنادم راكم سمعتوا التصريح ديال هذاك ديال ذاك الانسان، يعني قال لك انا ما قلت والو كيوت ما فيها والو، يعني انا قال لك انا بالعكس راني نصحتها وقلت لها بلي ما ديريش التصاور ديال البنات ديالك في في في, في, في الانستغرام، لانهم غادي يجيو شي وحدين يقدروا يتحرشوا بها، دوك لي بيدوفيل يقدروا يتحرشوا بهم لانهم يشوفوا واخا يتحرشوا بهم غير في لا فيديو ولا في التصاور. هذه من جهه، من جهه اخرى اخواني اخواتي الكرام يعني هذاك الشيء اللي كانت ديروا هذه شحال تاع الجيف فوي كتنصب على عباد الله، وكانوا الجيف فوي حنا ضده لان اختنا من الجيف فوي تاع اوروبا، لان الجيف فوي تاع اوروبا كيعطيوك الفلوس بزاف درهم، ولكن هذه تدي معك 10 المليون وتعطيك تدي معك 10 المليون وتعطيك 500 درهم 500 5000 درهم تربحك واحد الايفون ولا تربحك ثلاجه ولا تربحك، وبحال هذا الثلاجه تسر سعادات ما خليتي ما درتي، درتي الروتينات درتي الصالون درتي ما خليتي ما درتي، ولكن صافي دوك المحتوى ديالها من بقى يطيح، ما لقات ما دير ما عندها حتى شي محتوى دركي، يعني راه كدير غير فلوغات بحال هكذا، يعني واش بغات يعني توصل زوج ديال المليون باش تزيد تفرش الدار ديالها وتعدل تزيد تعدل الصالون ديالها، ولكن باش تتهمي واحد الانسان اللي مانيش عارف يبان لي عندكم كلشي ساهل القانون لا يحمي المغفلين، كما هذاك عنده فمو هذاك الاخر عنده
بان لي كلشي عندكم ساهل صافي، غير تقول لكم الشكايات بقيتو ايوا راه الشكايات غادي نشكي وغادي نشكي وغادي نفعل وغادي واش بغيتو تدخلوا كاع الناس كاملين حاسبوا روحكم نتوما هما الاول. وديك الكيفون اللي كنتي ديري هذه شحال؟ انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه، ديك الكيفون اللي كنتي ديري فيها هذه شحال ودخلتي فيه الزبل ديال الفلوس؟ يا بنادم غادي يحاسبك يقول لك من اين لك هذا، درتي صالون شريتي طوموبيل، الطوموبيل جديده شريتي قبل ما نبقى يحاسبكم الحاسب الله هو اللي كيحاسب. الله يزيدك، ولكن ما تبقاش تلعبي على عباد الله بحال هكا، راك ما نسيتيش من جيتي. وكيديروا دوك كيديروا دوك البروتوكولات ودوك الاخر، وبنادم بعدا غير داك الراجل ديالك يمشي عند والديه ويتسامح معاهم، لانه شكون اللي رباه وشكون اللي كبروه؟ يعني بغاو يدخلوا اخواني، المهم فيها التخربيق، فيها شي بنات في الخميسات، فيها شي المهم التخربيق، يعني كلشي كلشي تشربك شي ولا يحس. وهي خرجت بواحد الفيديو قالت لها ودي انت راكي خرجت هاد اسماء بيوتي، خرجت بواحد الفيديو السيمانه اللي فاتت ولا واحد جوج سيمانات، ويعني هضرت على ندى حسين وقالت لها بانك راكي كتهضر عليا ماشي زين وكتهضر عليه. شوفوا باش تشوفوا ان الحسد كي داير، هاد ندى حسين جات الله يسهل عليها، بغات اللي كانت بغات تكون كما كانت بغات تكون، الله يسهل عليها الله يسهل عليها ويفكوا حايلها. حنا ما نحسدو حتى شي واحد، ولكن هي جات كانت في انستغرام، جات حلت قناه في اليوتيوب، قناه ديالها في اليوتيوب صدقت لها راه عندها المشاهدات بزاف، الله يسهل عليها. جات حلت صالون بشويه بشويه، وهذيك غير قطره قطره يحمل الواد، وراه غادي يصدق لها والحمد لله راه بدا يصدق لها، وبدات تدي لها الكليان، وبداو الكليان ديالها يجيو عند هذيك الانسانه، وبداو يعني المحتوى دوك كاع اللي كانوا يتفرجوا في اسماء بيوتي راهم يتفرجوا في ندى حسي. وهذا الشيء من فضل الله، يعني حتى شي واحد ما غادي حتى شي واحد ما يحيد لواحد رزقه، ولكن بنادم الا بقى يحسد واحد راه ربي غادي يبعد عليه داك الرزق ويقلع له الرزق ديالو. يعني انت باش تستغلي الوضعيه ديال عندنا نبغوا نشوفوا استغلي الوضعيه دوك تاع دوك الاطفال اللي في طنجه اللي دار معاهم داك الفقير، وتستغلي الوضعيه ديالك بانهم كيتحرشوا بالابناء بالابناء ديالك. يعني بنادم يتبع الفيديو كامل، الفيديو كامل تاع داك السيد يتبعو، انا نقول لهم ما شاء الله كيف الى عندكم بحال هاد البنيتات كيوت وهادي، ويعني واحد هي مشات قطعت اللي بغات ودارت داك البروتوكول ديالها اللي بغات وحطات داك الفيديو بقات تبكي، يعني باش تستغل الوضعيه ديال صالون ديال ندى حسي، وباش ما على حساب ديال الافتتاح وعلى الافتتاح ديال ندى حسي وداك الصالون ديال ندى حسي من تفتتحوا باش ما يجيوش عندها الناس باش بزاف ديال الصوالح. يعني بنادم راه ذكي، بنادم ما راهش ياكل غير الاخر ولا يجبد من شي حاجه من مخه، ما راهش ياكل بنادم ما راهش ياكل في الصوالح. المغاربه راهم عاقوبك، انت بغيتي انت شحال قدك؟ شوف كاين الناس كيتفرجوا فيك كيديروا 5 دراهم ديال لا كونيكسيو ولا 10 دراهم كيتفرجوا في لا فيديو ديالك، وانت بديك 5 دراهم تاع لا كونيكسيو بالاخر، يعني باش تعرفوا ان الفيديوهات ديالها كاملين عامرين اشهارات. مع العلم بنادم من كيدير الفيديو كيوصل له فيه الساعه 10000 100000 100000 مشاهده ولا شي حاجه، غير قبل 24 ساعه صافي راه يبدا يخلص. يعني كتجي وحسبوا غير كل نهار اخواني المشاهدين دير فيديو وفيه 100000 مشاهده، لان راه عندها قناتها ما شاء الله راه فيها ما يقارب 2 ديال المليون، يعني غير في الشهر 30 يوم فيه في الشهر حسبوا معايا تقدر تجي 2 مليون 3 مليون، كان عندها المشاهده بزاف 4 5 مليون، راه ما غاديش دير غير فيلا. يعني دروك هذه وكان يحبس لها اليوتيوب راه تولي تطلب، تولي عادت حليمة الى عادتها القديمه، تولي العاده ديالها القديمه. يعني راه ما نساتش من جات، يعني كانت في الدوار حتى هي ما كانش تلقى ما كانت تشتها ما تاكل، وكانت تشتها بزاف ديال الصوالح، ربي سهل عليها. يعني استغلي هذه الفرصه اللي عطاها لك الله. يعني بنادم كيقول لك الفلوس كيتغير، يعني تغيتو، وهذيك ندى حسي واخا كانت دايره شي صوالح، يعني بنادم مي كيبغيتو نتوما كتوليو تردوه. يعني كاين شي غير حنا المغاربه اللي فينا هذا الشيء، هذا شي يحطم شي هنا في اوروبا، والله الا وحدين هنا في اوروبا شي متحد مع شي، سيرتو الكور سيرتو التواركه الافغان افغان باكستان كلشي متحدين مع بعضي، غير حنا المغاربه غير شوف كيبغي يطيح كيعطيك يبغي يعطيك شوت يطيحك على فمك، ما يبغيكش تزيد لقدام. يعني هذيك بقاو جبدوا لها الفيديوهات ديالها، بقاو جبدوا لها الاخر حتى حشومه كاع،
صافي دارت شي حاجه الله يسهل عليها، ان الله غفور رحيم. يعني شكون نتوما باش تبقاو تحاسبوا عباده؟ هذه من جهه الله يسهل عليها، استقل هذاك الصالون الله يسهل عليها، ولكن انت باش تبقى تستغلي الوضعيه ديال عندنا البوشوف وداك الفقيه وتدخلي بناتك في الاخر وفين راهم كدا، ونحمل نحمل المسؤوليه للسلطات ونحمل. انت اللي درتي بناتك، ان بناتك في الانستغرام ودرتيهم بدا كل بينتي لهم في خاضهم وبينتي لهم الاخر، مع العلم راه حتى شي واحد ما غادي يطمع في شي غير الامراض ولا لي بيدوفيل هما اللي غادي يطمعوا. انت اصلا درتي هذوك التصاور تما، انت خصك تحيدي دوك التصاور، ما ديريش تصاور بناتك بداك اللبس. مع العلم راكم تشوفوا هاد الظاهره تاع لي بيدوفيل، وتشوفوا هاد الظاهره ديال راكم تشوفوا هاد الظاهره واش وقع. الله ينجي، يعني بنادم يهضر في الصراحه. يعني حنا انت وكان كانوا تعرضوا نيشان البنات كل شي حاجه، ولا حنا اي قناه غادي تنوض وغادي نديروا الاجراءات ديالنا وبزاف ديال الصور، ولكن باش تبقى تستغل الوضعيات وتكذبي على عباد الله لا. باش توصلي لقناتك لزوج ديال المليون، باش ترديها عاوتاني باش تولي ديري البوز، باش تولي تعدلي الصالون ديالك وتعدلي البيت. راه كي درتي على ظهرهم الفيلا، درتي على ظهر الطوموبيله، درتي على الخدمه حتى التالي، مين جمعتي دوك الفلوسات درتي بهم الصالون باش يقولوا لك ايوا مراك تجيب هاد الفلوس، قول لهم حقا في الصالون. حتى هذيك ندى حسين الله يسهل عليها، راه عندها واحد المولود قال لك كل مزيود يزيد برزقه، راه غادي يزيد هذا ربي يحل قبل ما يزيد المزيود. شوف ربي يحلها البيبان، راه دارت صالون راه كترزق الله من ديك اللي ربي عطاه ربي بغاه. كاين اللي يدير غير فيديو هكا ويبقى يهضر ويبقى عنده المشاهدات 70000 80000 200000 300000 كلها والاخر، وكي ربي يسهل عليهم يعني باش توكل دوك الوليدات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخواني اخواتي الكرام، ما نطولش عليكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس، وبعدونا بعد بنادم يبعد من هذا الحسد هذا، وبنادم ما يبقاش يدير البروتوكولات، وما يبقاش يلصق في شي شي في شي، وما يبقاش يستغل الوضعيات نتاع الناس ولا يستغل حاجة بحاجة. ان هذا الشيء كيعاقب عليه القانون، لانك انت نصبتي شوفي ما قدك الصالون، ما قدك الجيف واي، ما قداتك القناه ديالك وزدتيها بالجيف واي، وبقيتي راكم عارفين الجيف واي 5000 درهم كل بيرسون، يعني شحال كتجيك شحال الا جمعت غير 100 واحد كتجي 30 مليون 40 مليون، كتعطي منه جوج ملايين. الناس راه مخ وكتعرف كي دير الفلوس، ولكن كاين شي عباد الله ما المهم نسبوا الاحتيال، هذا الشيء كيعاقب عليه القانون بعد. تحياتي لكم، ما نطولش عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.